مش مطمن يا مصطفى، حاسس ان في حاجه بتتدبر ضدي. وده مجرد احساس ولا مبني على معلومات؟ احساس مبني على توقع ومبني على معلومات. يا فريده مرات شريف حفيفي دي مش بتشتغل بره مصر؟ مظبوط. عرفت ان جوزها اختفى، خدت اجازه ونزلت عشان تدور عليه. خلصت الاجازه من غير ما توصل لحاجه، تعمل ايه؟ انا لو مكانها والدنيا بايظه بايظه يبقى عليا ولا عدائي، اطلع في التوك شو واعمل صفحات في الجرايد واكيد الاعلام هيزيد. بالظبط كده. ما تقول اللي هي عايزاه، انت حضرتك محدش يعرف عنك حاجه، لا اخبارك في الجرايد ولا بتطلع في التلفزيون. هو ده اللي بيخليهم يخربوا ورايا يا مصطفى. اتعلمت حاجه مهمه قوي في البلد دي يا مصطفى، انك تعمل اللي انت عاوزه بس في الدنيا من غير ما حد يحس بيك. كل واحد فينا يا مصطفى عنده ماضي، وغصب عنه ممكن يعمل تصرفات يتكسف منها ويبقى عايز يداريها. أنا بتكلم معاك كصديق يا مصطفى، أنا مش محامي. لا لا خالص، أنا عمري ما هتخلى عنك. قول لي بس حضرتك بتفكر في إيه ولا تحت أمرك؟ بفكر أنشر مذكراتي. إيه مالك استغربت كده ليه؟ لا لا خالص، أصل أول مرة تفتحني في حاجة زي كده. يعني فكرة بقى لك كام يوم في دماغي. أكيد قلت لنفسي لو ما عملتهاش دلوقتي هعملها إمتى؟ ده نفس المنطق اللي بكلمك فيه عشان موضوع الجواز. برضه يا مصطفى. ماشي. نشوف الأول موضوع المذكرات ده يمكن يفتح نفسنا على الجواز. ويا ترى لقيت حد يكتبها لك؟ لا لسه. مش مهم، نشوف حد يكتبها لك. وعندك حق، تتكتب قدام عينيك احسن ما تتكتب من وراك. انت عارف ان الزعيم سعد زغلول كان بيلعب قمار؟ لا اول مره اعرف الموضوع ده. ده بجد على فكره. ولعلمك هو اللي كتب كده في مذكراته، قال يعني نوع من الشفافية. ومع ذلك اتمسكت ضده. احنا في بلدنا مش عايزين شفافية. عايزين بطولة حتى لو مش حقيقية. مالك يا باشا؟ خير؟ اتصل بحد؟ يا باشا سلامتك، ممكن اعمل ايه؟ تعملش حاجه، امشي انت بس دلوقتي، ما تنساش تكتب لي اسم كام صحفي ترشحهم لي عشان يكتبوا لي مذكرات. سلامتك يا باشا. الله يسلمك.